زي ما كلنا تابعنا امبارح، وصل خلاص المنتخب الوطني لكره اليد من طوكيو، بعد اكيد هنسميه انجاز تاريخي للفراعنه في اولمبياد طوكيو 2020. ناس كتير كانت زعلانه وناس كتير كانت فرحانه. طيب الوضع ايه يا جماعه؟ ايه الانجاز برضو اللي تم على ارض الواقع والكواليس اللي قبليه والتعب اللي قبليه؟ خلينا نعرف كل ده. بس نرحب في البدايه بكابتن محمد عبد الوارث نجم الاهلي ومنتخب مصر لكره اليد السابق، ونورنا قبل كده بس من فتره طويله. صباح الفل عليك. صباح الفل عليك. انت صباح الفل عليك. صباح عسل منور الدنيا كلها، سعداء بوجودك معانا. وقبل بقى بنتكلم معاك في تفاصيل كره اليد المصريه في اولمبياد طوكيو 2020، خلينا بس في الاول نشوف هنتفق ولا هنختلف مع واقع استجد علينا مؤخرا بيقول ان اصبحت كره اليد تكاد تكون هي مقياس لاي تطور متوقع انه يطرا او يحصل على اي رياضه في مصر، من كتر ما بقى فيه اهتمام كبير حتى اعلاميا بكره اليد نتيجه الانجازات طبعا اللي حصلت في الفتره اللي فاتت. متفق ولا مختلف مع الكلام ده؟ لا طبعا بتفق طبعا معاك 100%. فرقه كره اليد هي المشكله ان هي كانت الفتره اللي فاتت ما كانتش الضوء لسه ما كانش متسلط عليها قوي، اول بس ما حصل اهتمام شويه الاتحاد بدا يدي في اتجاه المظبوط، في اتجاه ان احنا عايزين نكسب بطوله، احنا مش عايزين نروح نادي اداء مشرف زي أيوة كل مره. هي دي النقطه. فطبعا البرنامج اللي كان محطوط مع المدرب اللي انا بقول عليه رقم واحد في العالم دلوقتي باروندو، عنده افكار كويسه جدا، قدر يوصل الفكر الاوروبي للعيبه اللي موجودين، زائد ان اللعيبه اللي موجودين حته انا بقول عليها برضو الاحتراف والفكر والتعليم هو اللي ساعده على كده ان هم قدروا يستوعبوا الموضوع بسهوله. فده طبعا هو اللي ظهر بالشكل اللي احنا شفناه في اذا كان في كاس عالم عندنا هنا اذا كان في الاولمبياد. فانا من وجهه نظري لا انا متفق معاك طبعا 100% ان الهاندبول بقت سبب من الاسباب اللي الناس يعني دي بقت رقم واحد دلوقتي، بقت كل الناس بقت بتتكلم عليها، الناس بقت بتستنى الماتش، حتى كمان الماتشات كانت بتبقى الساعه 7 الصبح والساعه 10، فالناس كانت بتصحى الصبح عشان تتفرج على الماتشات. اتفق معاك. طيب احنا دلوقتي مركز رابع وبنتكلم ان على الارض مش هقول ان احنا قصرنا، محدش يقدر يقول ان احنا قصرنا حقيقي، ولكن من وجهه نظرك كابتن محمد انت شايف ليه احنا ما كسبناش مثلا مركز اول او ثاني او ثالث حتى؟ والله هو طبعا في الاول احنا مركز رابع في الاولمبياد دي حاجه كبيره جدا طبعا، انجاز يعني طبعا محدش يقدر يقلم ده. يعني وجهه النظر الاخرى تقول لك يعني ما هوش انجاز قوي. لا معلش انت بتتكلم برضو يعني لا هي الناس الموضوع مش زي ما انتوا او زي ما انت هتبقى فاهم. لا هي الناس طمعت شويه. صح. طبعا المنتخب طمع الناس وخلى الناس عندهم امل ان احنا نقدر، واحنا فعلا نقدر، بس هي المشكله ان احنا مقابلتنا السيمي فاينل كانت للاسف يعني كانت طبعا كانت مباراه قويه جدا. احنا بنلعب المانيا، منتخب فرنسا بيلعب البحرين، فالموضوع اللعيبه مجهده وده ظهر عليهم في الماتش فرنسا اخر 10 دقائق، اللعيبه عايزه بس مش قادره. فهي دي النقطه اللي حصلت. وكمان علي زين كان في اخر الماتش كان مصاب وكان بيلعب وهو مصاب. فهي دي طبعا اللي اثرت على المنتخب. شايف ان المنتخب طبعا ما اثرش، احنا من الاربعه الكبار في العالم في بطوله اولمبيه. دي حاجه، ده حدث مش اي حد يقدر. شيء مبشر للي جاي ان شاء الله. يعني طبعًا يبقى في شكل تاني خالص ورانكينجز تانيه خالص باذن الله في 2024 بقى. اكيد طبعا احنا والمدرب قدر اللي هو احنا بناخد خطوه خطوه، اللي هو كان في كاس عالم احنا كنا سابع، دلوقتي احنا بنشوف احنا في الاولمبياد الرابع. كاس عالم اللي جاي ان شاء الله يبقى في الاول، اولمبياد نلعب نهائيات. فانا شايف ان لا هو دي حاجه مبشره جدا، وانا شايف ان احنا منتخب ماشي بخطوات كويسه جدا وفي الاتجاه الصح وفي الطريق الصح. جميل. طيب برضو اهميه وجود عناصر من المحترفين في فرقتنا، ايه الانعكاسات اللي حصلت نتيجه وجود الناس دي او اللعيبه دي؟ دي نقطه. النقطه الثانيه من وجهه نظرك انت الشخصيه، شايف مين نجوم طوكيو 2020 من منتخبنا المصري واللي ممكن جدا يكون مرشح للاحتراف خارجيا بعد انتهاء الدوره الاولمبيه دي؟ اول حاجه طبعا منتخب مصر فريق على اعلى مستوى، عندهم كم لعيبه، الفكر بتاعهم مختلف تماما غير زمان. الاحتراف طبعا انا معاك 100% ان هو اثر على اللعيبه ان هم يقدروا يوصلوا لعيبه. احنا كان عندنا مشكلتنا زمان ان احنا لما كنا بنلعب الفرق الاوروبيه كنا بنروح يعني في رهبه، بنتخض ان هو
منتخب فرنسا لعيب كذا، منتخب المانيا احنا عندنا رهبه، لكن دلوقتي الاحتراف بقى انا بقى هو زميلي في الملعب، هو معايا في نفس الفريق، فالرهبه دي اتشالت. فده اللعيبه المحترفين بتوصل اللعيبه اللي موجودين هم في الدوري موجودين عندنا، لا هو الموضوع سهل وبسيط ان احنا نقدر، احنا زينا زيهم مفيش فرق، وده اللي بان على الشكل. نسبة المحترفين تزيد بعد اكيد بعد طبعا الدوري. نسبة المحترفين تزيد، ان هو علي زين خلاص دلوقتي بقى في اكبر نادي دلوقتي في عالم، نادي برشلونة. انا شايف ان كريم هنداوي طبعا بعد رجوعه من الاحتراف من تركيا ان هو يرجع نادي الزمالك، ان هو اكيد هيجيله عروض طبعا في الدوري الاوروبية بالشكل اللي هو ظهر فيه ده، شكل كويس جدا وشكل مشرف جدا. يحيى الدرع نفس الكلام، شايف ان لا في لعيبه كتيره هتبدا تظهر، قداح نفس الكلام، انا شايف ان هو ان شاء الله الفتره الجايه لا هيبقى في العين هتبقى على منتخب مصر، ودايما الفرق اللي دايما من المربع كل العالم بيبص عليها وبيدور عليها. طب كابتن محمد ليه ما كانش في السابق كره اليد يعني عندها الانجاز ده؟ يعني خلينا نبدا برضو عشان نعرف تاريخ اللعبه، اللعبه في مصر ايامك برضو كان الوضع عامل ازاي؟ انا مش هتكلم بس عن الاهلي، انا هتكلم في مصر والتطور اللي حصل وما ينقصنا برضو الان علشان نقدر نقول ان احنا خلاص 2024 مثلا انا داخل مش فارق معايا بقى مين هيكون معايا، المانيا دنمارك فرنسا، حتى لو كان هيبقى فيه اجهاد انا اقدر ان انا اعدي، يعني الثغره اللي حصلت دلوقتي ما تتكررش، فخلينا نعرف بالتفصيل منك. اول حاجه طبعا الفتره القديمة كانت مشكلتنا زي ما بقول كانت مشكلة الاحتراف، احنا ما كانش عندنا الفكر او اللي كان موجود بالمنظومة اللي كانت موجودة ان هي تدير المنتخب بالشكل ده ما كانتش موجودة، او الفكر نفسه ان انا عايز اوصل فين، انا عايز اوصل للناس دي ولا مش عايز اوصل للناس دي، انا عايز ابقى موجود لمجرد ان اسمي موجود في المنتخب ولا لا، هي دي كانت الثغرة او الفكر يعني ما كانتش مترتب لها، ده من وجهة نظري. لكن دلوقتي لا، الفكر طبعا اختلف، ان السوشيال ميديا بقت موجوده، الدنيا بقت مفتوحه اكتر، موضوع الاحتراف دلوقتي بقى سهل، ان الايجنت بقى موجود في كل مكان. يعني حضرتك عايز تقول دلوقتي ان عدم الاهتمام من قبل الجمهور او الاعلام او غيره ده اللي خلى شويه في هذه الروح الانهزاميه اللي هو انا مش عايز، طب حتى لو وصلت هعمل ايه؟ لا هي مش روح انهزاميه ان انا مش عايز او انا هوصل اروح فين، لا طبعا انا بالنسبه لي انا ببقى عايز، بس هي للاسف الامكانيات ما كانتش مساعداني. بلس الامكانيات، اوكي بالظبط، هي دي هل الامكانيات ممكن وضعها يتغير الفتره الجايه نتيجه ان كره اليد دلوقتي خلاص وخصوصا اعلاميا بقت دايما تحت دائره الضوء، وبقينا نشوف كمان المباريات زي كره القدم كده بين الشوطين ومع نهايه المباراه بقى بقينا نشوف استوديو تحليلي. طبعا يعني هل ده ممكن ينعكس بالايجاب في حال يعني فيما يتعلق بمساله جلب المعلنين والرعاه سواء للفرق المختلفه او للمنتخب؟ اكيد اكيد مليون في الميه طبعا، احنا كانت مشكلتنا ان احنا برضو مهما احنا الناس مش شايفانا، هي دي النقطه، لازم يعني دايما عشان انا شغال في طريق وبنجح لازم الناس تشوفني طبعا عشان تبدا تدور عليا بالظبط، عشان رعاه يجولي، عشان يبدا الموضوع كماديا يبدا يبقى منتشر، ابدا ان انا اوصل شكلي او الطريقه او النظام بتاعي انا رايح فين. لكن الاول ما كانش فيه الكلام، كان الموضوع كان مقفول محدود، ما كناش ظاهرين لحد. يا اهلا بكل حضراتكم وعوده من جديد لحلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي وكابتن محمد اللي كنا بنتكلم معاه عن تفاصيل كثيره متعلقه بالمستجدات في عالم كره اليد وانعكاسات ان اللعبه اصبحت لعبه شعبيه بالمعنى الحرفي. الموضوع ده هينعكس بالايجابي الى اي درجه فيما يتعلق بمساله الرعاه، وبرضه عايزين نتكلم على فكره الاتحاد اللعبه والدور اللي بيلعبه في مساله تطوير الكوادر الموجوده في المنظومه بشكل عام سواء لاعبين اداريين فنيين الى اخره. اول حاجه طبعا الاتحاد ماشي بطريق بصراحه هايل جدا، فكر ممتاز جدا ان هو عايز يطلع كوادر اذا كان من مدربين او من لعيبه، وده ظهر علينا في الفتره الاخيره ان منتخبات الشباب والناشئين، منتخب الشباب واخد بطوله عالم، منتخب الناشئين يا ربي واخد بطولة عالم، منتخب شباب واخد ثالث عالم، بدأت بعديها اللي احنا نبقى هنا كاس عالم فرق الرجال ناخد سابع، بعديها اولمبياد ناخد رابع، فده احنا ماشيين في خطى انا شايف ان هي صح مليون في المية، وهم قايمين بدور فوق الممتاز. طبعا دلوقتي في لجنة مؤقتة هي اللي موجودة بتدير الاتحاد، انا شايف ان هم لا هم عندهم فكر عالي هايل جدا هايل جدا بصراحه، وبيفكروا في طريق احنا
في اختلاف غير الاول. احنا دلوقتي احنا عايزين نوصل للعالميه، احنا دلوقتي عايزين نبقى رقم واحد، هو ده اللي موجود وهم ده اللي بيفكروا بيه. هم بيجهزوا لكل المنتخبات دلوقتي، احنا بدانا نجهز جيل 2004 موجود دلوقتي بنبدا نجهز فيه، وموجود جيل 2002 دلوقتي بيكمل المشوار كمدربين، اللي اذا كان في دراسات موجوده، اذا كان في مدربين عايزه تسافر تاخد دراسات بره في اي مكان. الاتحاد انا شايف ان هو لا، هو ماشي في الطريق الصح بفكر مختلف تماما، وده اوريدي ده بان في المنظومه اللي موجوده دلوقتي وفي النتائج. احنا بنقول ورقه وقلم، النتائج بتقول ايه، احنا النتائج بتاعتنا ماشيين في الطريق الصح. ما هو ده كان جزء من السؤال اللي انا كنت طرحته عليك يا كابتن محمد، لما بقول احنا لو هنقيم زمان بدلوقتي والتطوير اللي حصل وفكره كمان السكور وفكره المدير الفني الاجنبي من المصري والفكر اللي احنا بندور عليه، وكنت قلت لي ممكن يكون مدير فني مصري او محلي يعني بس الفكر اجنبي، فليه بقى؟ ده السؤال اللي انا عايز اعرفه، ليه الفكر الاجنبي مختلف بشكل كبير، وازاي انا اقدر ان انا اوفر ده عندي في المدربين بتوعي بعد كده عشان ما بقاش محتاجه ان انا لازم الجا لمدير فني يعني اجنبي. هي الفكره ما بين الفكر المدير الفني الاجنبي والمدير الفني المصري، المدير الفني الاجنبي هي بتبقى انا من وجهه نظري حاجه واحده، انا باصص انا عايز اروح فين، انا بس ماليش دعوه، ما ببصش على اللي حواليا، انا حاطط بلان ماشي عليه، اي حاجه بتعوقني انا بعديها وبكمل. الفكر المصري للاسف انا يعني انا ما بقللش من حد، بس انت عندك خبره في الحته دي لان انت مريت اكيد. بالظبط انا مريت فيها، ان هو احنا مشكلتنا ان احنا برضو شغلين نفسنا بحاجات كتيره، تفاصيل محيطه بتشتت. بالظبط هي دي النقطه، لكن هو يعني انا يعني من معاشرتي مع باروندو، ان انا بحكم ان انا لعبت قصاده كلاعب وهو دلوقتي تابعت معاهم الفتره اللي فاتت هم اتجاههم ازاي والبلان ماشي ازاي، هو واحد قافل على نفسه ملوش دعوه بحد، ملوش دعوه بسوشيال ميديا، ملوش دعوه باي حاجه، هو واحد قاعد في اللي هو يعني غرفه عمليات، عارف هو رايح فين، انا ببص فين، اي حاجه تانية تقف قدامه هو ملوش دعوه بيها، هو مكمل فيها. بس اننا لازم الابديت، هي دي المدرب اللي عايز ينجح لازم ابديت على طول دايما. على ذكر الابديت، في الفتره الاخيره الدوله، وطبعا دي حاجه يعني كلنا اكيد يعني لمسناها، بقى فيه اهتمام ملحوظ بمساله تطوير البنيه التحتيه الخاصه بملاعب كره اليد. كان في افتتاحات متعدده الفتره الاخيره، يعني الموضوع ده برضو اكيد من شانه ان هو ينعكس بالايجاب على شغل المنظومه اللي احنا بنتكلم عنها. اكيد طبعا مليون في الميه، ان احنا نبقى موجود دلوقتي البنيه التحتيه، ان احنا عندنا كم الصالات اللي موجوده والتجديد الصالات اللي كانت موجوده تبدا تتجدد. لا انا شايف ان دي بتساعد، اول حاجه طبعا اصابات اللعيبه دي بتبعد عنهم نسبة كبيرة من ان يحصل اصابات في المعسكرات في الماتشات، الكلام ده كله ده بيأثر على اللعيبة، فاوريدي انت لما لعيب بيغيب او بيتصاب انت بتفقد حد موجود من معاك مهم، فهي دي بتبقى مشكلة. فان انت تبقى عندك البنية التحتية والصالات وكم الصالات اللي موجودة بتطويرها والحاجة اللي بصراحة انا بقول حاجة عالمية بصراحة. دي طبعا انا شايف ان هي حاجة فوق الممتازة بصراحة، ان يحصل فيها التطوير ده بالشكل ده. لا انا بصراحه يعني انا بشكرهم جدا، بشكر سياده الرئيس طبعا ان هو بيفكر او المنظومه رايحه في الاتجاه ده، ان احنا بقى في سبوت علينا على الهاندبول. بصراحه انا بقول علينا كأنا موجود واحد من المنظومه، فانا بصراحه ببقى مبسوط من حاجه زي دي. هي البطوله هي خلينا نقول كانت بدايه الخير على الرياضه دي تحديدا يعني، وهي كمان يعني اقيمت بشكل احترافي جدا والعالم كله سمع عنها، وناحيه الكوفيد ويمكن اتكلمنا وكريم في ده امبارح الحمد لله برضو البطوله جت وعدت وما سمعناش اي اصابات او كوارث فيما تختص بالكوفيد يعني. وكمان كنا بنقارن البطوله عندنا في مصر بكوبا امريكا والاولمبيات وغيره والنسب بتاعه الاصابات اللي كانت حاصله، فده كان انجاز على كل الاصعده، مش بس في فكره ان عملت منشات، لان حتى التنظيم كان اكثر من رائع والاجراءات الاحترازيه وغيره. فبيبقى بقى عندنا ان احنا نتكلم في الكوادر، عندك كوادر عظيمه جدا، لجأت لمدير فني برضو محترف زي ما انت قلت، عمل طفره كبيره جدا على الارض مع اللعيبه، في تناغم حلو جدا شفناه، في تفاني زي ما انت برضو شرحت لنا قد ايه كان بيبقى في لعيبه مجهده وعندها اصابات لكن بتكمل الماتشات، وده اللي كان متوقع طبعا. انا عايز اتكلم في ما هو قادم بقى 2024 علشان الناس تبدا، واحنا بنتكلم ان من دلوقتي المفروض نجهز ليها،
فمن وجهة نظر كابتن محمد برضو شايف ازاي المفروض يتم او الخطوات اللي احنا هنمشي فيها علشان نقول 2024 الموضوع معانا خلاص ما فيهوش مشاكل يعني؟ تمام، هي الفكره كلها ان هو اول حاجه باروندو هيكمل ولا لا، ولو لسه ما فيش معلومات عنها طبعا. لسه ما فيش معلومات، بس هي الفكره كلها ان هو، وبرده نقطه تانية، هو هيكمل هبدا ادخل عنصر مصري معاه يبدا يكتسب الشغل والخبره والفكر والمنظومه اللي هو شغال بيها عشان ابدا اكمل، انا مش هفضل معايا باروندو طول حياتي. نقطه كويسه قوي دي على فكره. بالظبط، فانا هدخل حد وهبدا اجمع كوادر ان هي تبدا تعمل معايشه معاه جوه مصر ويدخل المنظومه او الفكر اللي هو بالطريقه اللي هو قدرنا ننجح بيه ولا لا. هي دي نقطة من ضمن النقط المهمة جدا لازم نركز. ما كانش معاه العنصر المصري اللي حضرتك بتتكلم عليه ده؟ في البداية كان موجود العنصر المصري، كان كابتن هاني فخراني وكان كابتن حسين زكي كانوا موجودين، وكان كابتن مجدي أبو المجد بدأوا معاه في البداية، اللي هو كان لغاية كأس العالم توت أفريقيا وكأس العالم، وبعد كده الموضوع خلاص كل واحد استقل في فريق. السؤال ده إن عادة يعني حتى في كل الرياضات مش بس كرة اليد ولا حتى كرة القدم، عادة كبار المدربين بيكون معاهم فريق معاون في هارموني ما بينهم، عندهم خبرات أكيد سابقه أكيد مع بعض وما بيشتغلوش غير مع بعض، فمش بالضروره يوافق على وجود عنصر اضافي. هو هي دي اللي كانت مشكله بتحصل، بس معلش انا لازم استفيد منه، انا جايب حد يعني زي ما اقول انا زي اي فرقه هي جايبه لعيب محترف. أيوة. لعيب المحترف انا هستفيد منه ازاي؟ انا لازم اخد الفكر اللي هو ماشي بيه، ما دام هو اوريدي ناجح انا لازم اخد الفكر بتاعه ولازم امشي على الطريق ده، فلازم ابدا ادخل كوادر، ابدا اخليه يعمل دراسات، هو يبدا يعمل اجتماعات كتيره. صح. يبدا يتكلم في الهاندبول، في التطور الهاندبول اللي بيحصل، فانا لازم استفيد منه باي طريقه او باي شكل. هي دي المفروض ان الاتحاد من وجهه نظري ان هو لازم يركز في النقطه دي، انا مش هفضل استعين بمدرب اجنبي، انا عندنا كوادر كتيره جدا بس محتاجه الفرصه، محتاجه ان يبدا اطور فيهم، محتاجه ان يبقى في دعم، محتاج ان انا ابقى واقف في ظهرهم ان انا اديهم الدعم ان هو يقدر يسافر ويقدر يروح ويشوف ويجرب، على اساس ان انا كمنتخب مصر زي منتخبات كتيره هي بتتشبث بالمدربين بلادها، يعني منتخب فرنسا دايما مدرب فرنسي موجود، منتخب المانيا نفس الكلام. الفكره كلها ان هم في مدربين، لا احنا انا ليه ما يبقاش عندي مدرب مصري عالمي؟ هي نقطة أعتقد ما فيش حد يختلف معاك فيها. يبقى كده ناحية المدرب أو يعني الجهاز الفني، إيه تاني؟ طبعا إن أنا أقدر أحافظ على اللعيبة اللي موجودة والعناصر اللي موجودة والعناصر الشابة اللي طالعة، في عناصر شابة كتير جدا موجودين لازم أبدأ أركز عليهم، لازم أبدأ أحافظ عليهم إن هم يتحطوا في بوكس كده، دول أنا بيبقى عيني عليهم، ده مستقبل مصر. أيوة. زي حسن وليد الداح ده حطوا عليه العين من فترة، بقى جوه المنظومة، مش شرط ان هو بيلعب فترات كبيرة بس موجود، ان هو انا عارف هو هيوصل لفين 2024، انا هدفي ان حسن قدح هو يبقى الباك ليفت منتخب مصر، زي احمد هشام دودو نفس الفكرة، سنتر هاف وبيلعب باك ليفت، فالفكرة دي لازم برضو انا بحط سبوت على ناس معينة، انا هم دول مستقبل، فهم دول اللي لازم اركز، لازم احافظ عليهم كويس قوي، لازم اديهم الدعم كويس قوي. دي نقطه من ضمن النقط ان انا لازم احافظ على عيلتي على المجموعه اللي عندي. وفكره الدعم المادي او السبونسرز هل برده من النقاط الاهم؟ طبعا. عشان بس انا بحاول اخد منك اهم النقاط عشان الوقت بيجري. لا طبعا دي حاجه مهمه جدا، الدعم المادي، الدعم المعنوي، كل الكلام ده كله لازم يبقى موجود. معنوي ما فيش اكتر من كده، ما تقوليش تاني دعم مع ده، الرئيس نفسه عمل كل طبعا حاجه. طبعا يعني طبعا رساله الرئيس دي طبعا حاجه بالنسبه انت اخذت كل الدعم؟ لا بجد انا بتكلم والله، هي الفكره كلها انا اخذت الدعم وقت البطوله، بعد البطوله ايه اللي بيحصل؟ هي دي اللي بتاثر. اهتمام يعني مثلا توجيهات رئاسيه يا اكسلانس بتدعيم طبعا ملف كره اليد في مصر. لا طبعا وانعكاسات. لا دي اكيد طبعا، انا بتكلم في نقطه ان هم اللعيبه وصلت لازم ياخدوا حقهم بعد ما يرجعوا، مش وهم موجودين في الحدث. هي دي الاهم، ودي اللي بتبقى مع اللعيبه طبعا بالظبط، اللي انا بوصل بس ان هو لازم بعد المشوار انا لازم يكون في دعم اكتر، ان انت تبدا تبان انا ما كانش الدعم، انا الدعم موجود بس وانا موجود. لا انا عايز ادعم عشان 2024 تاني، هنرجع نقولها تاني. فهي دي الدعم يفضل موجود معاهم، وانا متاكد واثق مليون في الميه انه هيفضل موجود معاهم. شايف ان هو لا هم ماشيين في الطريق الصح ويقدروا، وعندنا 2024 لا
ان شاء الله هيبقى في انجاز ان احنا نلعب اول وتاني، وان شاء الله نرجع باذن الله. نامل ده واثقين يعني ان شاء الله باذن الله، وانا واثق في اللعيبه اللي موجودين كلهم يا مسهل الحياه. ان شاء الله اللي انت بتقوله وتوقعاتك دي كلها تتحقق يا رب. كامل كان معانا كابتن محمد عبد الوارث نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق في كره اليد، نورت الدنيا. شكرا يا فندم. فاصل سريع وهنرجع نكمل مع حضراتكم، لان زي ما كنا بنقول عندنا مباراه مهمه جدا النهارده، ولسه في عندنا مباريات متبقيه، وهي مباريات زي ما بيتقال كده كؤوس، اكون او لا اكون، وفيها كواليس وتحكيم وغيره وغيره، بس بعد الفاصل.